السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الأول الثانوي بثانوية الجامعة الأهلية. معكم معلم مادة الفيزياء الأستاذ سيد عبد الرحيم محمد من خلال منظومة التعليم عن بعد. نتكلم اليوم بمشيئة الله تعالى شباب عن أحد فصول المقرر وهو الفصل السابع بعنوان الجاذبية. نتكلم اليوم بمشيئة الله تعالى عن الدرس الأول وهو حركة الكواكب والجاذبية. بداية نتكلم في البداية شباب أو نأخذ نبذة تاريخية عن التسلسل الزمني عن فكرة حركة الكواكب. بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل. كان يعتقد قديما شباب أن الشمس والقمر والكواكب والنجوم كلها تدور حول الأرض، يعني الشمس والقمر والكواكب والنجوم بيدور حول الأرض، يعني الأرض في المنتصف واللي بيدور حول منها الشمس والقمر والكواكب. طبعا هذا الاعتقاد كان قديما، هل هذا الاعتقاد أو هذا الظن صحيح أم غير صحيح؟ ده اللي هنعرفه بإذن الله تعالى من خلال التسلسل الزمني لهذه الأفكار. سنة 1543 ميلاديا جاء عالم بولندي اسم العالم كوبرنيكس وقال حركة الكواكب يمكن فهمها بشكل أفضل إذا افترضنا أن الأرض وغيرها من الكواكب هي اللي بتدور حول الشمس. يبقى خلي بالك كوبرنيكس قال إيه؟ قال إن الشمس هي في المنتصف، يعني بيكون تصورنا أفضل إذا قلنا إن الشمس هي في المنتصف وإن الأرض هي اللي بتدور حول منها مع الكواكب. طب يا كوبرنيكس هل أنت عندك دليل؟ قال لا ده فرض. طيب أي فرضية يا شباب لابد من تجربة تثبت أو تنفي. مين اللي قام بالتجربة دي؟ جاء عالم بعد وفاة كوبرنيكس، جاء عالم اسم العالم تيكو براهي، والعالم ده شباب لاحظ مرة كسوف الشمس، كان عمره 14 سنة، كان في الوقت ده ملتحق بدراسة الحقوق، لما شاف كسوف الشمس ولاحظ ميوله للفلك أفضل من دراسة الحقوق، فقرر أن يصبح فلكي وصمم مجموعة من الأجهزة الخاصة به، وذكر أن خطأ بأن الشمس والقمر هم اللي يدوروا حول الأرض، يعني الفكرة القديمة خالص دي خطأ. طيب ما إيه الأساس؟ إيه الصح؟ بخلال التجربة من خلال الأدوات التي استخدمها استطاع العالم الدنماركي تايكو براهي إثبات أن الأرض والكواكب والقمر كلها بتدور حول الشمس من خلال الأجهزة التي صنعها وباستخدام بعض الأجهزة زي الأسترلاب والتلسكوبات المستخدمة الموجودة عندك في الكتاب صفحة 182 وغيرها من الابتكارات التي ابتكرها علماء المسلمين. طيب كان للعالم تايكو براهي هذا شاب مساعد لي ألماني اسمه العالم يوهان كيبلر، كان مساعد لمين؟ لتايكو براهي، يعني أحد تلاميذه، فكان بيشتغل معاه. لما مات العالم الدنماركي تايكو براهي مين اللي ورث العلم بتاعه والنظريات والأجهزة؟ مين؟ العالم يوهان كيبلر. خلاص ورث عنه نتائجه ومشاهداته ونظرياته وكذلك الأجهزة التي استخدمها صنعها العالم تايكو براهي. فابتدى العالم يوهان كيبلر يطور من هذه الأجهزة ويستحدث أجهزة جديدة خاصة به للوصول للتصور النهائي والوصف الدقيق لحركة الكواكب حول الشمس. تمام؟ طيب ومن خلال الكلام ده كله استطاع العالم يوهان كيبلر من وضع ثلاث قوانين مهمة وسماها باسمه قوانين كيبلر. قوانين كيبلر يا شباب بتدرس حركة الكواكب حول الشمس ووصف الحركة دي وزمانها الدوري، فوضحهم في ثلاث قوانين. القانون الأول لكيبلر يا شباب بيقول لي تدور الكواكب حول الشمس في مدارات إهليجية. في مدارات يا حبايب؟ في مدارات إهليجية. يعني إيه مدار إهليجي يا أستاذ؟ يعني بين قوسين كده بيضاوي، في مدارات مين؟
إهليجية، وتقع أو وتكون الشمس في أحد بؤرتي المدار الإهليجي. لا نشوف كده الشكل، يلا عشان ركز كده معايا، ده شكل المدار اللي بيدور حول من الكوكب. المدار ده شاب شكله، لا مش دائري، ما حدش يقول لي دائري شاب، الشكل ده شكل بيضاوي اللي انا بسميه شكل اهليجي. الشكل البيضاوي له بؤرتين او قطبين، ادي لك بؤره وادي لك بؤره، تمام. تقع الشمس في احد بؤرتي المدار الاهليجي، البؤره اليمين او البؤره اليسار مش قصتنا، لكن الشمس بتقع في احد البؤرتين، وبالتالي الكواكب كلها بتدور حول الشمس في هذا المسار. شكله دائري، لا لا خلي بالك، شكله اهليجي او بيضاوي. يبقى اذا المدار الذي يتخذه الكوكب حول الشمس هو مدار اهليجي، تمام. طيب موقع الشمس دائما في بيكون فين؟ في احد بؤرتين المدار الاهليجي، في احد عند احد القطبين. يعني لو جاب لي مثلا اربع رسومات وجاب لك مثلا الشمس في النص هنا، هل ده يعتبر مكان للشمس والمدار الاهليجي بيضاوي؟ لا طبعا شاب، دائما تاكد ان الشمس تكون في احد بؤرتي المدار الاهليجي، يعني في احد القطبين. وده القانون الاول لمين؟ لكبلر. تاني يبقى القانون الاول لكبلر قال ان تدور الكواكب، عطارد، زهر، المريخ، الارض، نبتون، اورانوس، كلها كل الكواكب بتدور في حول الشمس في مدار شكله ايه؟ اهليجي. مكان الشمس فين؟ في احد بؤرتي المدار الاهليجي. بعض الملاحظات او الاستنتاجات ايضا اللي استنتجها قانون كبلر او اللي اخذناها من قانون كبلر الاول، ايضا المذنبات. ايضا شباب كبلر قال ان المذنبات، حتى ان هذه المذنبات تسير في مدارات اهليجيه زيها زي الكواكب والنجوم، ممتاز. ولكن هذه المذنبات تنقسم الى مجموعتين، وقسمها العالم كبلر الى مجموعتين بناء على زمنها الدوري. بناء عليها شاب زمنها الدوري، ايه الزمن الدوري؟ رجع معايا كده، الزمن الدوري، زمن دوري يعني زمن دورة. ايوه فعلا، هو الزمن الذي يأخذه الجسم او يستغرقه الجسم لعمل دورة واحدة كاملة. طيب انت عاوز تقول لي يا كبلر، قال ان المذنبات عندك مجموعتين، مجموعة لها زمن دوري كبير، يعني بتاخد زمن كبير اكتر من 200 سنة عشان تسوي دورة واحدة حول الشمس، ومجموعة لها زمن دوري أقل من 200 سنة عشان تسوي دورة حول الشمس. يبقى قسم لكم مجموعة؟ مجموعتين. المجموعة الأولى لها زمن دوري كام؟ أكبر من 200 سنة. لها زمن دوري يا شاب أكبر من كام؟ أكبر من 200 سنة. دي المجموعة الأولى. طب زي مين؟ قال لي زي مذنب اسمه المذنب هال بوب. المذنب مين؟ هالبوب. طب المذنب هالبوب ده بياخد كام عشان يسوي دورة حول الشمس؟ بياخد كام يا شباب؟ ياخد 2400 سنة عشان يعمل دورة حول الشمس، عشان يكمل دورة واحدة حول الشمس ياخد 2400 سنة. طيب في مجموعات تانية او في مذنبات، المذنبات من النوع الاخر والمجموعة الاخرى، هي قال هي مذنبات لها زمن دوري اقل من 200 سنة. زي المذنب مين؟ قال لي مذنبات لها زمن دوري اقل من 200 سنه زي المذنب اسمه مذنب هالي. اسمه مذنب مين؟ هالي. ده بياخد كام سنه؟ قال لي بياخد 76 سنه عشان يسوي دوره واحده كامله حول الشمس. يبقى اذا كبلر قسم المذنبات الى نوعين ومجموعتين، مجموعه زمنها الدوري بتاخد زمن اكتر من 200 سنه زي المذنب هالبوب وده خد 2400 سنه، مجموعة تانية من المذنبات لها زمن دوري أقل من 200 سنة زي المذنب هالي اللي ياخد كام شاب؟ خد زمن دوري 76 سنة. طيب ده القانون الأول كل ما يتعلق به. القانون الثاني لكبلر، القانون الثاني لكبلر يا شاب بيقول لي أن الخط الوهمي من الشمس إلى الكوكب يمسح مساحات متساوية في أزمنة متساوية. تاني، الخط الوهمي من فين؟ من الشمس الى الكوكب، يعني خط وهمي، يعني مش يعني يعني بنقول يا شباب لا يمكن رؤيته، خلاص بتخيل ان في خط كده ما بين الكوكب وبين الشمس يمسح مساحات متساويه، يعني يقطع مساحات متساويه، مش مسافات خلي بالك، مساحات متساويه في ازمنه متساويه. ازاي يا استاذ الكلام ده؟ شوف كده معايا، دي الشمس وده المدار اللي هي يا شباب ده المدار الإهليجي،
أو المدار البيضاوي، والشمس فين؟ في أحد البؤرتين، يعني مش في النص، طرف اليمين أو طرف اليسار. لو افترضت أن عندي كوكب وليكن كوكب الأرض، بياخد 12 شهر 12 شهرا عشان يسوي دورة كاملة حول الشمس. طيب شهر 1 2 3 4 إلين شهر 12. لو لاحظنا شاب، القانون الثاني اللي كيبلر بيقول ايه؟ الخط الوهمي من ايه؟ قال الخط الوهمي من الكوكب الى الشمس. يعني بتخيل كده ان في خط بيربط الكوكب بالشمس. خلي بالك دول مش 12 كوكب، لا ده كوكب واحد بس، في الشهر الاول كان هنا، في الفتره الثانيه كان هنا، في الفتره الثالثه كان هنا، وهكذا. خلاص ده نفس الكوكب. قال لو افترضت ان في خط وهمي من الشمس، من الكوكب الى الشمس، هذا الكوكب يمسح مساحات متساوية، يعني شايف المساحة دي كلها اللي هي باللون الأزرق تساوي المساحة باللون الأبيض. أي مساحة من اللون الأزرق تساوي أي مساحة زيها باللون الأزرق أو مساحة باللون الأبيض، فكل المساحات هذه متساوية، يعني المساحة الأولى تساوي المساحة الثانية تساوي المساحة الثالثة. طب أنت عاوز تقول لي يا أستاذ، يقول لي الخط الوهمي من الشمس إلى الكوكب يمسح مساحات متساوية في أزمنة متساوية. خلي بالك لو افترضت إني، هفترض جدا ان الفترة من الفترة الاولى للفترة الثانية دي شهر، من الثانية الثالثة برضو شهر 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 شهر، وبالتالي الزمن متساوي بين اي فترة، صح؟ طيب اذا القانون بيقول لي ان الخط الوهمي من الشمس الى الكوكب يمسح مساحات متساوية في ازمنة متساوية. من الاستخلاصات او استنتاجات اللي استنتجها قانون كيبلر، او على قانون كيبلر الثاني، لاحظ قانون كيبلر اشاب او كيبلر ان ملاحظه مهمه جدا جدا جدا. لاحظ ايه يا كيبلر؟ قال والله لاحظت ان سرعه الكوكب تختلف باختلافه عن الشمس، باختلاف قربه او بعده عن الشمس. يعني ايه؟ يعني لو افترضت ان ده الكوكب بتاعي، بيقول لي ان الشمس كل ما يكون ابعد، اسف، الكوكب كل ما يكون ابعد عن الشمس يتحرك بشكل ابطا، وتزداد سرعة، شايف اللي بقى كده، تزداد سرعة الكوكب كلما اقترب من الشمس. ركز كده معايا، تخيل ان دي حركة الكوكب اهو، اهو هنا بعيد، يلا يتحرك، ها يلا يتحرك، اول ما يقرب هنا شاب، ها اول ما يقرب من الشمس يزداد حركته، وبالتالي تزداد او تزيد سرعة الكوكب كلما اقترب من الشمس، وتقل سرعة الكوكب كلما ابتعد عن الشمس. هذا هو القانون الثاني لكيبلر. طب لاحظنا شاب ان القانون الاول والقانون الثاني لكيبلر بيربطوا ايه؟ دايما بيتكلم عن كوكب وشمس، كوكب وشمس. لكن القانون الثالث يا شاب هو القانون الذي يربط العلاقه بين كوكبين. ثاني القانون الاول والثاني يقول لك ايه؟ القانون الاول حركه الكواكب اهليجيه، حركه الكواكب حول الشمس، تدور الكواكب حول الشمس في مدارات اهليجيه، يبقى الشمس وكوكب. القانون الثاني بيقول لك ايه؟ الخط الوهمي من الشمس الى الكوكب يمسح مساحات متساويه في ازمنه متساويه، يبقى برضه بيتكلم عن كوكب وشمس. القانون الثالث لا، القانون الثالث يا شباب بيتكلم عن العلاقه بين كوكبين. والقانون هنا يا شباب عاوز تركيز شويه، بيقول لي ايه؟ مربع النسبه بين زمنين دوريين لكوكبين، وليكن عند الكوكب A والكوكب B، تمام؟ كل منهما له زمن دوري، بياخد زمن عشان يعمل دورة حول الأرض. هل الزمن ده واحد؟ لا طبعا، لأن قلنا شباب كلما اقترب الكوكب من الأرض، آسف، كلما اقترب الكوكب من الشمس تزداد سرعته، بالتالي يقل زمن الدوري. طيب فبيقول لي مربع النسبة للزمن الدوري لكوكبين يدوران حول الشمس يساوي مكعب النسبة لمتوسط بعديهما عن الشمس. الصيغة الرياضية، لو أنا عندي الكوكبين A و B، بيقول لي مربع النسبة، خلي بالك مربع يعني تربيع، النسبة يعني شرطة كسر، للزمن الدوري لكوكبين، زمن الدوري اللي هو رمزه T كابيتال يا شباب، الكوكبين T A و B، يبقى مربع النسبة للزمن الدوري لكوكبين T A على T B الكل تربيع يساوي مكعب يعني أس 3 النسبة شرطة كسر لمتوسط بعديهما عن الشمس R1 أو RA و RB، حيث RA بعد الكوكب الأول عن الشمس، TA الزمن الدوري للكوكب الأول، RB بعد الكوكب الثاني
و تي بي هو الزمن الدوري للكوكب الثاني. ركز كده معايا معايا يا شباب. لو افترضنا ان هنا دي الشمس وعندي ادي لك الكوكب الاول بياخد المدار ده مثلا، وعندي الكوكب الثاني بياخد المدار ده مثلا. شباب عشان خاطر ركز كده معايا، ده الكوكب الاول هسميه ايه مثلا، والكوكب الثاني هسميه مين؟ هسميه الكوكب ايه. اولا يا شباب المسافه من الشمس لكوكب ايه دي هسميها ار ايه، بعد كوكب بي، والمسافة من الشمس للكوكب بي هسميها مين؟ ار بي. الزمن اللي بياخده الكوكب اي عشان يعمل دورة بسميها مين؟ تي اي. والزمن اللي بياخده الكوكب بي عشان يسوي دورة بسميها مين؟ تي بي. يبقى خلي بالك هنا بيقارن بين الكوكبين، بيقارن مين يا شباب؟ بين مين؟ كوكبين، الكوكب اي والكوكب بي. سمي الكواكب انت براحتك يا شباب. خلاص؟ طيب ركز كده معايا، ناخد مسألة على القانون ده. طيب ركز كده معايا. تطبيق حسابي بيقول لي قاس جاليليو أبعاد مدارات أقمار المشتري مستعملا قطر المشتري كوحدة قياس، ووجد أن الزمن الدوري لأقرب قمر، ركز كده معايا لو جينا نتخيل المسألة، ده كوكب المشتري، قاس كوكب المشتري شاب أحد الكواكب تقريبا يدور حول كوكب المشتري أو يتبع كوكب المشتري 19 قمر تقريبا. هنا جاليليو حسب الأبعاد بين القمر الأول عن بعد عن كوكب المشتري والقمر الرابع، القمر الأول والقمر مين؟ والقمر الرابع. القمر الأول يا شباب بياخد زمن دوري يومين، يبقى تي واحد يساوي اتنين يوم، دي يومين. طيب والقمر اللي ترتيبه أربعة الرابع بياخد كام؟ قال لي بياخد 8 أيام. طيب المسافة من القمر الأول إلى المشتري كم؟ قال لي 4 وحدات، وحدات قياس استخدمها هو العالم جاليليو. وعاوز المسافة من مين؟ من المشتري إلى القمر الرابع تاني. وإذن المسافة من القمر الأول إلى المشتري كم؟ قال لي 4 وحدات. الزمن اللي بياخده الكوكب الاول يومين، طيب الزمن اللي بياخده الكوكب الثاني عشان يسوي دوره 8 ايام، عاوز المسافه من الكوكب الثاني او الكوكب اسف المسافه من القمر الرابع الى المشتري. واضح؟ يلا نعوض كده القانون عندي يا شباب، بدل اي وبي هسميها 1 و4 مثلا. القانون يا شباب اهو ار 4 على تي 1 او اسف ار 4 على ار 1 تساوي تي 4 على تي 1. طبعا ار 4 تكعيب على ار 1 تكعيب تساوي تي 4 تربيع على تي 1 تربيع. ايه معنى الكلام ده يا استاذ؟ يعني مكعب بعد القمر الرابع على مكعب بعد القمر الاول يساوي مربع الزمن الدوري للكوكب أو للقمر الرابع على مربع زمن الدوري للقمر الأول. طيب لو لاحظنا R1 موجودة معايا صح؟ طيب T4 موجودة، T1 موجودة، مين المجهول معايا؟ أيوه بعد القمر الرابع. طيب يلا كده طرفين في وسطين يا حبايب، أحسنتم. يلا مين أجيب لي قيمة R4 تكعيب، ما انساش تكعيب يا شباب، والارض 4 تكعيب بتساوي الطرف الكامل على الطرف الناقص زي ما علمتك. الطرف الكامل اللي هو مين؟ ار 1 تكعيب ضرب تي 4 تربيع على الطرف الناقص اللي هو لسه ما كملش اللي هو مين؟ تي 1 تربيع. احسنتم.
تمام، يبقى أربعة تكعيب مكعب بعد القمر الرابع يساوي مربع زمن الدور القمر الرابع في مكعب بعد القمر الأول على مربع الزمن الدوري للأول. تعال كده نعوض تعويض مباشر، نزل التكعيب زي ما هو. تي 4 بكام؟ 8 تربيع. طيب تي 1 بكام؟ ب 2 تربيع. ندخل على المسافات أو الأبعاد. ار 1 بكام؟ ب 4 تكعيب. ركز كده معايا، 8 تربيع، 8 ضرب 8 64، و 4 تكعيب يعني 4 ضرب 4 ضرب 4 ب 64، وعلى 4 2 تربيع اللي هي ب 4 شاب، هيديني الناتج كام؟ 1024. يبقى اذا بعد مكعب بعد القمر الرابع يساوي 1024 وحده. طب انا ما عنديش، انا مش عاوز المكعب، انا عاوز الار 4 بس، اعمل ايه؟ التربيع قلنا بناخد الجذر التربيعي. طيب والتكعيب؟ ايوه احسنتم، بناخد حاجه اسمها الجذر التكعيبي. ار 4 تساوي الجذر التكعيبي ل 1024 هتديني 10 بوينت 0 7 9 وحدة، يعني تقريبا 10 و 8 من 10 وحدة قياس. إذا كده استطعنا حساب بعد القمر الرابع. بعد القمر يا شباب الرابع، تلاحظ إيه؟ خلي بالك كده معايا، كل ما زاد بعد الجسم عن الكوكب، يعني بص كده القمر الرابع ترتيب رقم 4 في البعد، خلاص المسافة كام؟ 10 مثلا، ياخد زمن كام؟ 8. طب القمر الأول ها ياخد كام؟ قال لي المسافة الزمن اللي بياخده عشان يسوي دورة كام؟ يومين. طيب المسافة بينه وما بين الكوكب كام؟ 4. يبقى إذا يا شباب كلما ابتعد الكوكب أو كلما ابتعد القمر عن الكوكب كلما زاد زمن الدوري له. طيب كده يكون احنا خلصنا في معلومات إثرائية عن العالم كيبلر وحياته. كده يكون احنا خلصنا الدرس الأول من دروس الفصل السابع أو الجزء الأول في الدرس. نتكلم بعد كده شاب على قانون نيوتن للجذب الكوني. قانون نيوتن للجذب الكون يا شباب لما نيجي نتكلم عنه، وش سالفه نيوتن والجذب وما الى ذلك؟ قال في 1600 سنه 1666، يعني تقريبا بعد 45 سنه من نشر كيبلر النتائج بتاعته، ابتدى نيوتن يدرس العلاقه بين حركه الكواكب وعلاقتها. هل الكواكب دي بترتبط بينها وبين بعض بقوه متبادله؟ يعني هل في قوه ترابط او قوه تنافر بين كوكب المريخ وكوكب عطارد المشتري الارض؟ هل في قوه بينهم؟ ربط الكلام ده مع سقوط التفاح عليه. لما سقطت عليه التفاح شاب نيوتن افترض ايه؟ وده بياخدني اني نفكر خارج الصندوق. نيوتن قال ايه يا شاب لما سقطت عليه التفاحه؟ فرض اني قال او مين اللي جذب مين؟ هل الارض هي اللي جذبت التفاحه؟ ولا التفاح هي اللي جذبت الارض؟ ولا كل منهما جذب الاخر؟ واحد يقول كيف التفاح تجذب الارض؟ ركز معايا، انا قلت لك الفيزياء مش قران، ودايما قول الفرضيه بنجيب تجربه، يا اما تثبت الفرضيه يا اما تنفيها. وفعلا ده اللي اثبته نيوتن. توصل نيوتن من خلال التجارب ان الكره الارضيه تجذب التفاحه، ممتاز بقوه كبيره، تمام 100 فولت 10. طيب لا، والتفاحه ايضا بتجذب الكره الارضيه بقوه ضعيفه. يبقى في قوة جذب متبادلة بينهم. طب ليه قوة التفاحة ضعيفة؟ عشان كتلتها. ومن هنا بيبين لي يا شباب انه كلما زادت كتل الاجسام كلما زادت قوة الجذب بينهما، يعني التناسب طردي ولا عكسي؟ احسنتم، زاد زاد قل قل، يعني التناسب طردي، تمام. وكذلك تأثير البعد والمسافة بين الجسمين المتجاذبين، يعني قل كلما بعد الجسمين عن بعضهم البعض بتقل قوة الجذب المتبادل او القوه المتبادله. ومن هنا ابتدى العالم نيوتن يضع قانون الجذب الكوني، ووضع ملاحظه قال دائما لا يتضح اثر قوه الجذب بين الكتل الصغيره والاجسام الصغيره. ولذلك احنا قلنا ممكن يكون عندك مثلا
قلمين او القلم والكاسه الموجوده عندك على الطاوله في قوه تجاذب بينهم، بس هي غير واضحه. ليه؟ لان الاجسام صغيره مقارنه في قوه جذب واضحه جدا بين الارض والقمر. كيف استاذ؟ هل فكرت نفسك القمر ليه ما يطيح داخل او بعيد عن الارض؟ ليه دائما بيدور؟ ليش الارض ما تطيح خارج المجموعه الشمسيه ولا عطارد؟ اذا كلما زادت كتل الاجسام زادت قوه الجذب بينهما. طيب نص القانون، وده مهم من اهم القوانين اللي تدرسها في علم الفيزياء شاب، بيقول ان الاجسام تجذب اجساما اخرى بقوه تتناسب طرديا مع حصر كتلتها وعكسيا مع مربع المسافه بين مركزهما. ثاني، ايوه القانون بيقول لي ان الاجسام او ان اي جسم مادي يمتلك قوه جذب، وبالتالي الاجسام الماديه تمتلك قوه جذب. هذه القوة تتناسب تناسبا طرديا مع كتلها وعكسيا مع مربع المسافة بينهما. للتبسيط، أي جسمين ماديين بينهما قوة تجاذب. تظهر هذه القوة تكون كبيرة كلما كانت كتل الأجسام كبيرة زي الشمس والأرض، فالتناسب طردي كلما زادت الكتل، وتتناسب عكسيا مع مربع المسافة بينهما. كلما ابتعدت الأجسام عن بعضها البعض كلما قلت قوة الجذب. ركز كده معايا. طبعا عندي الجسم الأول M1 وهي الأرض، M2 وهي القمر، المسافة بين مركزهما الآر، قوة الجذب بينهم تتناسب طرديا مع كتلهم، M1 ضرب M2 طرديا وعكسيا مع مربع المسافة. فكلما زادت المسافة يا شباب بين الأجسام قلت قوة الجذب. واستطاع نيوتن أن يضع هذا القانون، وهو من أهم القوانين، اللي بيقول لي F قوة الجذب، قوة الجاذبية بين جسمين تساوي G ثابت الجذب الكوني، M1 ضرب M2 على R تربيع، حيث F قوة الجاذبية أو التجاذب بين جسمين، G هذه مصطلح جديد بناخذ النهاردة اسمه ثابت الجذب الكوني، وهو له قيمة ثابتة بتساوي 6.67 في 10 والسالب 11 ضرب M1 هي كتلة الجسم الأول، M2 كتلة الجسم الثاني على R تكعيب وهو مربع المسافة بين الجسمين. ناخذ تطبيق حسابي. مسألة يقول لي احسب قوة التجاذب بين جسمين كتليهما، جسم الأول يا شباب كتلته 10 كيلو جرام والجسم الثاني كتلته 15 كيلو جرام، المسافة بينهما 2 متر، علما بأن ثابت الجذب الكوني 6.67. عندك جسمين، واحد 10 والثاني 15 والمسافة بينهم 2، ومديك ثابت الجذب. قانون سهل وواضح والتعويض مباشر يا شباب، اف جي قوة الجذب بتساوي جي ثابت الجذب الكوني ضرب كتلة الجسم الأول ضرب كتلة الجسم الثاني على مربع المسافة. نعوض تعويض مباشر، F تساوي جي 6.67، خلاص. عندك الـ M1 كم؟ تمام، M1 بكام يا شباب؟ M1 ب 10، M2 ب 15، والـ R ب 2، بس ما تنساش التربيع. يبقى إذا القوة النهائية والناتج النهائي يساوي 2.5 في 10 أس سالب 9 نيوتن. طبعا إزاي نستخدم الحاسبة؟ طبعا إحنا كلنا عارفين يا شباب إني عندي نوعين من الحاسبات، ولكن أنا هاخد الحاسبة اللي هي دايما أنا معلمتكم عليها في المدرسة. إزاي أنا أكتب القيمة دي يا شباب؟ 6.67 في 10، شيفت كسب شيفت كسب عشان تديني الأس، سالب 11 ضرب 10 كتلة الأول ضرب 10 كتلة الثاني على 2 تربيع اللي هي بكام؟ 4، يطلع الناتج مباشرة. طيب قانون الجذب الكوني والقانون الثالث لنيوتن، هناك علاقة وطيدة بين قانون الجذب الكوني وقانون الثالث لكيبلر، حيث يتفق القانونان مع بعضهما البعض، مما يؤكد أن قانون الجذب الكوني يتطابق مع أفضل المشاهدات الحديثة، ومن خلال مجموعة من الاستنتاجات العلمية والنظرية والرياضية للربط بين قانون
الجذب الكوني وقانون كيبلر الثالث، استطاع العلماء حساب الزمن الدوري لكوكب. فأنا لو عندي كوكب بيدور حول الشمس، وليكن عطارد أو المريخ، الشمس وهذا الكوكب، بيقول لي الزمن الدوري للكوكب يساوي 2 باي جذر ار تكعيب، ار هي المسافة من مركز الشمس إلى الكوكب، على جي ثابت الجذب الكوني، ام اس ام صن اللي هي كتلة الشمس. يعني ايه يا استاذ؟ يعني انا ممكن اجيب الزمن الدوري لاي كوكب من خلال معرفتي لمين؟ معرفتي البعد الكوكب عن الشمس وكتلة الشمس. خلي بالك الزمن الدوري لاي كوكب لا يعتمد على كتلة الكوكب، بيعتمد على مين؟ على كتلة الشمس. تطبيق حساب كده سريع شباب. قال يدور نبتون حول الشمس في مدار نصف قطره، عندك الار اهي، ب 4.495 في 10 اس سالب 12 متر. فاذا كانت كتلة الشمس 1.99 في 10 اس 3 اس 30 كيلوغرام، احسب الزمن الدوري لكوكب نبتون. طبعا يا شباب الار موجودة، البعد عن الشمس موجود، كتلة الشمس موجودة، عندك ثابت الجذب، محتاج مين يا دكتور؟ ايوه محتاج الزمن الدوري. عند القانون تي بتساوي 2 باي جذر ار تكعيب على جي في الام سي. نعوض يا شباب، طبعا الاثنين ثابته في القانون، الباي اللي هي بكام؟ 22 على 7 او 3.14 ضرب جذر افتح قوس كسر ار بكام؟ 4.495 في 10 اس 12 الكل تكعيب، على جي اللي هي 6.67 في 10 اس سالب 11 ضرب ام اس كتلة الشمس 1.99 في 10 اس 30. وهنا شاب يطلع لي الزمن الدوري لكوكب نبتون وهو يساوي تقريبا 60153 يوم. طيب ازاي تم قياس ثابت الجذب الكوني بشكل سريع شاب؟ من خلال تجربة لعالم اسمه العالم هنري كافندنش. استطاع هذا العالم من تصميم جهاز حساس، استطاع من خلاله حساب قوة الجاذبية وإيجاد قيمة ثابت الجذب الكوني، وهي بتساوي كم قيمة ثابت الجذب الكوني يا شباب؟ 6.67 في 10 أس سالب 11 نيوتن متر تربيع على كيلو جرام تربيع، هذه قيمة ثابت الجذب الكوني. تسمى هذه التجربة أيضا بتجربة إيجاد وزن الأرض. اللي استطعنا زي ما هناخد بإذن الله تعالى حساب وزن الأرض من خلال المسائل، واللي وجدت أن وزن الأرض أو أسف كتلة الأرض بتساوي 5.98 في 10 أس 24 كيلوغرام، يعني تقريبا 6 وجنبها 24 صفر. ده الشكل الجهاز اللي استخدمه هنري كافندنش. طب إيه هي استخدامات تجربة كافندنش أو ساعدتنا في إيه؟ أول حاجة من خلال تجربة كافندنش استطعنا حساب قيمة الثابت جي. اثنين أكدت توقعات نيوتن من حيث وجود قوة التجاذب بين أي جسمين. ثلاثة ساعدت على حساب كتلة الأرض. كده شباب يكون خلصنا تجربة كافندنش، ومعنا إن شاء الله بإذن الله تعالى واجب في هذه الحلقة، وهو بإذن الله تعالى حل مثال صفحة 8 آسف حل مثال 8 صفحة 193. الحل بإذن الله تعالى شاب بيكون كتابة، وترسل الصورة خلال جروب الواتس الأستاذ نايف العامري، وإن شاء الله بتصلنا الإجابات. وبكده يكون إحنا انتهينا من الدرس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبعد عنا وعنكم كل مكروه وكل سوء، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.